يلا انا عملت الشاي. طيب 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 يلا احسن الشاي يبرد. مش مهم اصلا هنام. تنام يعني ايه؟ قلت لك مش عايزه. مستحيل بقى هتشرب الشاي. انا هتشرب الشاي. وطي صوتك لا تفزع الواد. ما يتفزع ولا يتنيل. وانا اتعب روحي واعمل شاي وتيجي انت في الاخر تقولي لي لا؟ طب اطلع بره خلي الواد ينام. مش طالع. هو الواد هيتحكم فيا ولا ايه؟ انت ما عندكش مروه ما عندكش انسانيه قلبك حجر. لم لساني. انا بقول لك ولا استحملت كتير. انت لو جوزي كنت قطعت رقبتك. وانت لو مراتك كنت رميتك من الشباك. انت والمفعوص بتاعك ده كده. طب انا بقى مش قاعده لك في البيت وهاخد الواد وعيش في شقه امه. في الستين ده استنى مجنون راح فين الدنيا ليل. اوعى سيب ايدي يا عز. عقلي انت وارجع شقتك. طب تعالي بس تعالي تفهم. سيبني انت هتسيبني ولا ارقع بالصوت يا عز. عقلي ايه في ايه يا جماعه؟ عجبك الفضايح دي؟ انت لو كنت خايف من الفضايح ما كنتش عملت اللي عملته. استغفر الله العظيم. حصل ايه بس يا جماعه؟ ما حصلش حاجه. اعمل حاجه؟ لا حصل بقى. ولو سمحت ابعد عني. رايحه فين يا بنتي؟ ده راجل ما يتعاشرش. لو ما لميتيش لسانك هكسر دماغي. تكسر دماغ مين؟ طب وريني بقى هتكسرها ازاي؟ امسكي الواد. امسكي. عيب يا بنتي. اخذ الشيطان ده برضو جوزي. جوز مين؟ ده لا ينفع جوز ولا اب. ده اللي قال عليه راجل ظالم. سامع يا عم الحاج؟ اهدى يا ابني. خلي بالك طويل. دول ناقصات عقل ودين. خلاص انا مش عايز اخليها تمشي. لا 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 تعالوا عندنا نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ انا لا يمكن ارجع شقته تاني. خش امال ما تبقيش دماغك ناشفه. يلا 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 يا راجل امال. يلا تعالى واخذ الشيطان. عجبك اللي بيحصل ده يعني؟ قول يا راجل. بقى كل خناقك ده عشان تقول ايه يا عم الحاج؟ اللي تعقل بقى. اشمعنى بقى دلوقتي بتشرب الشاي؟ مزاجي بقى. خلاص بقى يا ام اشرف اديكوا شربتوا الشاي وصفيتوا. ايه يلا يا ولاد بصوا على راس بعض يلا وروحوا على شقكم من غير ما تروح بقى. ودي راسك يا ستي. اوعى كده. خلاص بقى ما هعمل حاجه. بقول راسك بقى. بص بقولك اوعى. شوف بتعاملني ازاي اعمل حاجه. اسمع الكلام واقعد. يتمنعن وهن راغبات. شنطة أشرف. ممكن تخش تبات في أوضتك؟ لا خليك أنت في الأوضة أنا أحسن الولد يبرد. متشكرها. تصبح على خير يا أشرف. لا البقية في حياتي. خير يا معلم حسن. اهلا يا بيه. وماله نشوف لك حاجه تاني؟ لا المره دي انا مش عايز حاجه خالص.
انا هاخد لها هديه. عين الصح، انت راجل تفهم في طبع الحريم. الكلمه الحلوه احسن من 100 في الشاي، مش كده؟ هات الاشارب ده. اتفضل. يعني تمنه كام ده؟ مفيش تكليف، هات كمان 3 جنيه. 3 جنيه على الخمسة جنيه اللي دفعتهم؟ ايوه. وهات كمان اللعبه دي. دي ب 2 جنيه بيه. يعني انت عايز كمان 5 جنيه؟ وماله، ده محلك يا بيه. لفهم لي. اشرف، وادي اشرف. استاذ مدحت، ام اشرف تعيش انت. ساقيم بشقتها لحين حضور اهل جوزها لاعطيهم الولد. متشكره قوي على ايام الضيافه. عسى. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صفيه والده المرحوم مصطفى ابو اشرف. اهلا وسهلا، اتفضل. ده اشرف. ايوه، لحظه واحده غيرت. مش مهم، سمي عليه.